هل ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء يبطله؟ ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يبطله، لأن المضمضة والاستنشاق ليستا من الأركان ولا من الواجبات، وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم تذكر المضمضة ولم يذكر الاستنشاق. نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خبر فيه شيء يسير من المقال: توضأ كما أمرك الله، والله ما أمرنا بالمضمضة ولا بالاستنشاق، لكنها سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يفعلها يثاب ومن لا يفعلها فلا إثم عليه، والله أعلم.